بالنسبه لاخر كتاب قريته في حق العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه صدام الحضارات، ماشي من بين الاصدارات الجديده، مقديمه ما بين الحرب البارده والقطبيه الثنائيه. من اهم الاهتمامات اللي فيه هو القطبيه الواحده، واهم ما جاءت به الولايات المتحده في سياستها الخارجيه في منطقه شمال افريقيا ودول العالم العربي وكذا الشرق الاوسط، واهم كذلك في محيط الهادي ما بين الصين وروسيا او الاتحاد السوفيتي سابقا. قريت سلسله قصصيه ديال انس البيلور ديال انس السائر، كنفضل الكتاب الورقي بطبيعه الحال. الكتاب الورقي عنده الحلاوه ديالو، انت كتقرا كتعيش هذيك ديك القصه مع داك الكاتب، سواء كانت قصه او روايه كتمشي معها كتعيش، ماشي بحال البي دي اف. البي دي اف كيقتل لك المشاعر ديالك، ماشي بحال فاش كتقيس الورق، رائحه الورق كتعطيك واحد الانتعاش وواحد الفكر زوين بزاف. كنظن انه وسائل التكنولوجيا، تليفون، لي ريزو سوسيو، واتساب، فيسبوك، سناب شات، هادشي كامل هو اللي خلى الوليدات او حتى الشباب الان خلاهم انهم يعزفوا على القراءه وما يبقاوش يقراو. وكنقول للشباب قراو قراو قراو، لان القراءه وقرا اي حاجه، روايه، قصه، مقال، اي حاجه قراها، لان القراءه سواء بالفرنسي ولا بالعربيه ولا بالانجلي، قرا باي لغه كتعجبك، لان القراءه غذاء للروح. وقراو وقراو وقراو. كتاب ديالي بدون كمامه للكاتب ايمن بوبوح. كده على الظروف اللي كانوا عشناها كمغاربه في الفتره ديال جائحه كورونا، وكيفاش خرجنا من ديك الفتره والازمه اللي عشناها اللي عاشها البلاد ديالنا. كتاب ورقي بطبيعه الحال، حيت ما كتظنيش في عينيا، وكيكون كتحس بانك تقرا كتاب ديال بصح وكتسافر معاه وكتهاجر معاه وكتحس براسك كتقرا كتاب ديال بصح. بي دي اف ما سامارش با، حيت صراحة خاص الوالدين اللي يوعيوا الولاد ديالهم بالأهمية ديال القراية وأنهم خصهم يقراو، حيت القراية كتفيد بزاف، كيفاش كتخلي الإنسان يتثقف ويعرف يتفتح على ثقافات جداد ويشوف بزاف ديال الحوايج. إي أون بليس باللي التليفون صراحة مابقاوش كيخليو الواحد أنه يقرا، ولو بنادم مشغول غير مع السوشيال ميديا ومع لي ريزو سوسيو. هي القراءة كلها متعة كيف ما بغى يكون الكاتب، ولكن أنا شخصيا أستمتع بقراءتي لكتب الكاتبة الجزائرية أحلام مستغني، مميز الأسلوب، العمق، والأنوثة الطاغية على المواضيع. باينة من صحاب الذكورية. لا 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 لا، لأنني أحب كل ما هو جميل، والأنثى جميلة، والكتابات الأنثوية أعتز بها، ويجب أن يعتز بها أي أحد كيفما كان. ماما سلوى زرقتوني. أنت تفضلي الكتاب ورقي او لا بي دي اف؟ ورقي ورقي، حيت انا عزيزه انت شويه قديمه يمكن في عقلي وصافي. علاش الشباب ما بقاش يقراو والدراري الصغار ما بقاوش يقراو؟ اخر كتاب قريتي؟ اخر كتاب قريت هو مدن الملح، انا في الجزء الثالث الان، هو اخر كتاب. من قبل من مدن الملح ثوره الاربعه ايام لعبد الكريم الجويطي هو اللي كملت. من قبل منه كنت قريت زينه الدنيا ديال حسن اوريد، هادو هما الكتب اللي الان دابا. و يعني موازاه مع هذا قريت فيفغ دان زان موند امبريفيزيبل ديال فريدريك لونوار. لا ورقي احسن، ما كنفضلش بي دي اف، كنفضل ورقي وكنشري ورقي، وكنفضل انني نشري كتاب وما يتهداش ليا في اطار التوقيعات ديال الجمعيات اللي كيديروا توقيعات ديال الدواوين وديال الكتب، وكيفرقوا الدواوين ديال بعض الشعراء ولا كتب ديال الناس، كيفرقوهم فابور على الناس اللي حاضر الجمهور. هذه انا كنفضل انها بغيت تحيد هذه القضيه هذه، باش الانسان اللي كيكتب باش نعطيه واحد القيمه للمنتوج، نعطيو قيمة المنتوج الإبداعي ديال الكتاب وديال الشعراء. أنه أنا صدرت ديوان أو لا شاعر صدر ديوان ولا كاتب صدر رواية أو قصة أو منتوج أدبي، أنه تعطاه القيمة ديالو. ما نبقاوش في المجانية وجينا للمعرض نشريو كتب، ما نجيوش نتصوروا مع الكتب ونتصوروا مع الكتاب، وشكرا. آخر كتاب قريته كانت رواية الموتشو ديال الكاتب المغربي حسن أوريد.
طبعا الكتاب اول مره خرج راه خرج ورقي وكيبقى هو الاصل، ولكن بعض المرات كنضطر نمشيو للكتب الالكترونيه حيت ما كنلقاوش الورقي، ولكن كنفضل الورقي طبعا. بالنسبه للقراء كنتمنوا يكونوا يعني يكون المعرض كيكون واحد اللقاء بين القراء والكتاب، وان ديك القراء اللي كيجيو هنا يزوروا المعرض كيتزرع فيهم ديك الشغف ديال القراءه، وتكون هذه هي البدايه ديالو ان شاء الله.